بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة أم عبد الرحمن. في هذا الفيديو الخاص بأولى متوسط راح نقدم وضعية إدماجية على لو سبور بريفيري. يعني مين تقول لك الأستاذة في الوضعية الإدماجية تحدث على اون اكتيفيتي فيزيك بريفيري، رياضة محببة لك ومفضلة لك. هذه بعض الوضعيات الإدماجية. أول وضعية إدماجية وي ا لا مارش، نعم للمشي. La marche est une activité bénéfique pour le corps. يعني أن المشي نشاط رائع للجسم ومفيد للجسم. D'abord, la marche diminue le stress et le risque de dépression. أولا، رياضة المشي تقلل من التعب. ثانيا، ensuite, marcher améliorer le rythme cardiaque et la capacité respiratoire. ثانيا، رياضة المشي تحسن من الدورة القلبية، من النظام القلبي، وكذلك من التنفس، من النشاط التنفسي. Enfin, cette activité permet d'avoir un corps souple et sain. Enfin, cette activité permet d'avoir un corps souple أي سان. في الأخير، هذه الرياضة تسمح بامتلاك جسم رشيق ونظيف. هذه الوضعية الإدماجية رقم واحد. الوضعية الإدماجية رقم اثنين سي لا ناتاسيون. لا ناتاسيون يعني السباحة، رياضة السباحة. جولي لا برودكسيون إكريت، لا ناتاسيون إيت أون أكتيفيتي فيزيك كي إي بون بور لا سانتي. السباحة نشاط بدني مفيد للصحة. دونك كالي سونسي بيان في، إذا ما هي فوائده؟ دابور لا ناتاسيون اميليور لو سوفل كاردياك اي ريدوي لو ريسك دي مالادي. أولا، السباحة تحسن من النشاط القلبي، الدورة القلبية، وكذلك تنقص من الخطر الإصابة بالأمراض. Ensuite, c'est un moment de détente pour les enfants. يعني هو وقت يستريح فيه الطفل ويتنفس فيه الطفل، يستريح يتنفس. Enfin, c'est un sport complet qui fait travailler tout le corps et entretient les muscles. وفي الأخير هي رياضة كاملة جاملة جامعة يخدم فيها كل جسم الإنسان. هذه الوضعية الثانية عن لا ناتاسيون، راها قدامك، عن السباحة والفوائد تاعها. الرياضة الأخيرة ماهيش رياضة بصح هي فقرة على لي بيان في دو سبور، يعني فوائد الرياضة. كيت لا برودكسيون كيت من جيني واش تاهي لي بيان في دو سبور. الوغ نفس المقدمه، لو سبور ايت اون اكتيفيتي فيزيك امبورطونت بور ريستي اون بون سونتي. يعني ان الرياضه نشاط بدني مهم يسمح لنا ان نمتلك صحه جيده ونبقى في صحه جيده. دابور براتيكي اون اكتيفيتي سبورتيف diminue le risque de maladie comme le surpoids. اولا، ممارسه النشاط الرياضي ينقص لنا الاصابه، خطر الاصابه بالامراض مثل الوزن الزائد. Ensuite, il permet de rester toujours en bonne forme. بعد ذلك وكذلك بعد ذلك يسمح لنا ان نمتلك نكونوا ان بون فورم. ما لقيت لهاش والله الترجمه بالعربيه، سي لا بون فورم. اونسويت لي سبور كوليكتيف ايد لي جون ا شونجي ا اشونجي لو كونتاكت. يعني ان في الاخير الرياضه الجماعيه تساعد الشباب على تبادل العلاقات والتواصل مع الناس.
طبعا هذه بعض الوضعيات الادماجيه. في الاخير راح نعطيك لا بوات اوتي اللي ممكن تجيني في لا برودكسيون كيت باش نخدمها. لو سبور، لوبيزيتي، مالادي، لا سوفرانس، لو سوربوا، لا سانتي، لاكتيفيتي، لو كونتاكت اي لا فورم. Les verbes pratiquer, s'entraîner, bouger, maigrir, permettre, échanger, diminuer. Les adjectifs sportifs, collectifs, bénéfiques, importants et bons. Les noms, les mots, les verbes et les adjectifs. طبعاً هذه بعض الوضعيات الإدماجية التي تمكننا من إدارة فقرة حول لو سبور بريفيري. يعني هي تتحدث على لو سبور بريفيري يعني الرياضة المفضلة. من يجي السؤال عن ما هي رياضتك المفضلة ولا تحدث عن رياضتك المفضلة. في آخر هذا الفيديو نتمنى أني أفدتكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.